حفل توقيع كتاب قصور مصر أسرار وحكايات للكاتبة الصحفية سهير عبد الحميد الصادر عن الهيئة العامة للكتاب. تناول الكتاب بالبحث والدراسة جانبا آخر مختلفا لأسرة محمد علي باشا، وهي قصور لعدد من الأمراء والأميرات تنتشر في نطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية، والتي ربما نصادفها يوما أو نسمع عنها باستمرار، لكن لا نعرف الكثير عن حياة أصحاب هذه القصور وأسرار بنائها. لما ابتديت أقرأ أكتر لقيت إن إحنا محتاجين فعلا إن إحنا ندق جرس الإنذار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القصور التاريخية اللي موجودة، لأن كتير منها جدا كان على وشك الانهيار التام، كتير منها تعرض للهدم. وجدت إن مسلسل أو سيناريو مسلسل الراية البيضاء بيتكرر كل يوم، في كل يوم قصور بتهدم وبيقام مكانها أبراج شاهقة الارتفاع، فكان لابد من إني أنبه لأهمية توثيق لهذه القصور قبل أن يعني تدخل في طي النسيان. الكتاب النهاردة لأول مرة بيكشف العلاقة ما بين الحجر والبشر، علاقة سيمفونية وعزف تحقق، لأنهم كانوا أكثر تقدما وتحضرا منا في البناء. فكانت قصور مصر هي عبارة عن تاريخ وحالة اجتماعية، كان هناك مكان للصلاة، مكان لاستقبال الضيوف، مكان لدخول الهواء. المبنى هو علاقة ما بين طبائع الناس وعلاقاتهم الاجتماعية، وأيضا ما بين البشر والمناخ. حققوا في قصور مصر هذا، ونحن لم نحققه في عمارات مصر وناطحات السحاب الشاهقة الآن. يتناول الكتاب سردا مفصلا ل67 قصرا مثلت قيمة كبيرة وشهدت على أحداث جسام، فيستعرض الكتاب أسرار حياة هؤلاء الأمراء ومدى تأثيرهم في مجتمعهم وتأثرهم به. هو بيعرفنا طبعا جزء يعتبر من الآثار ومن التاريخ ومن يعني مهمة احنا ما كنش عندنا فكرة عنها خالص او ما بنهتمش بيها، او ممكن في حاجات انا ممكن ابقى معدية وشايفة ان في قصر هنا وشايفة ان في قصر هنا، بس انا مش عارفة دول بتوع ايه. فالحقيقة كتاب هايل وفكرة جديدة وفكرة مفيدة جدا، وفي نفس التوقيت هنقدر نقول ان هي بتساعدنا ان احنا نعرف جزء كبير قوي من تاريخنا بطريقة ظريفة. أحداث مهمة وشخصيات تاريخية عاشت بها، فجاء الكتاب مزيجا من حكايات الحجر والبشر. وسام نصر، MBC مصر.